السلام عليكم اخوتي المغاربه، الناس اللي تتبغي ولد بلادي، الناس كامله عموما اللي في المغرب اللي خارج المغرب، وحتى الناس اللي ما تيحبوناش تنشكروكم، والناس اللي تتسبونا في كومونتيرات تنشكروكم. المهم تدخل تتفرج فيا حصل لي الشرف. اليوم اخوتي الجزء الثاني من الطرائف اللي تيوقعوا لي في الحبس، اللي تتقولوا لي الجمهور اللي عزيز عليا عاودنا قصص. انا تشديت في 2015 على تكوين عصابة إجرامية والسرقة والتجارة في مادة لصيقة اللي هي السيليسيون خطر الشيرة وبزاف ديال المسطرة مقادة في جبال عاود سنين ديال الحبس. هادشي راه ولاد حومتي والناس كاملين تيعرفو، ما عليناش. نخلي لكم تشويق سلا كيفاش وصلت لسلا وكيفاش عشت مع دوك الناس ايامات سلية سلا. خليني نعاود لكم على الطرائف ديال بطيطة جوج. واحد النهار نعس بياصي في حيدال، في السد ديال حيدال، في 2016. انا في راسي راه غنتي الصباح ترونسفير، جا عندي الشهر جان على مني بالليل، حيت لا ليست ديال ترونسفير تطلع بالليل، ولا ما كنتيش كاير راه ما يقولش لك الشارجر راه غدا مهزوز. راه الناس اللي ضاربين الحبس راه جوج حوايج ما تيعلموش، الموش والترونسفير. تاني حاجه اسمح لي، واش ترونسفير فاش يجيكم دابا بحال مدوز لا حبس؟ لا هو خصني نعرف بحال دابا ترونسفير اللي تيجيك، واش ما تيكون على بالك انت والو، بناعس في الشومبر ديالك على غفله الصباح، سميتك نوض تجمع حوايجك ترونسفير ما تعرفش راسك. علاش ترحيل؟ ترحيل صافي، واخا ما تكون داير والو، واخا ما تكون داير والو ابار داكشي ديال التاديب. بحال شي سمعنا. المهم اخوتي تهزيت، كانت هذيك الساعه 3 سنين ديال الحبس لمدة طويلة، داولي لا دوزيام سونطرا سيدي قاسم وطيطا جوج. عاودتي لي الحرارة تما، كانت الحرارة ديك الساعة في الصيف، كان الجوش اخوتي تيطيح من السقف. عاودتي لي هادي، ما عمرها بغات تحيد لي من عقلي هاد النويطة ديال الجوش. اقسم لك يمينا اخوتي، الطرائف اللي كيوصلنا اقسم لك يمينا اخوتي، لقينا واحد الجيش ديال الموظفين تيتسنانا، لان كانت السلا مرعبه. الحبس ديال السلا كانت فيه الحشيش، يخافوا هادو يجيبوا الدكاكات، يجيبوا التليفونات، يجيبوا كدا. المهم اخوتي لقينا الصف قدمنا رئيس المعقل راسو واحد واحد. تخيل معايا اخوتي، توقف شي وقفه ماشي هي هذيك، تتاكل واحد القتله ربانيه عند مالي الوقت. مع مالي الوقت، لان دوك الناس تيبغوا يضربوا الكار، البساله ما كايناش. دوك الناس تعذيب، كانوا ديك الساعه الوقت تعذيب. ولكن اسمح لي، ولكن كاين الحقاره لداخل الوقت؟ لا الحقاره ما كاينينش لداخل، كاينين دوك الحقاره ولا دوسيام سونطرال، تيكون بنادم ضارب طون وحرور ديال الحبس، عنده 20 عام بقى له من عامين تيقدروه، ماشي انت هو اللي جايب 6 شهور، اللي جايب 3 سنين، اللي جايب 4 سنين. عليك فراي، هما تيبغيو لا ديسيبلين. اما القشله داكشي اللي تيدور فيها راه ما على بالهمش هما. يتوب عليك، هادشي اللي بغيت نوصل للجمهور العزيز. المهم اخوتي، اول ما تم الفيكتاج ديالي لواحد الغرفه للبلوك با اللي شاد على الزياره، هذاك البلوك داوني للبيعات، الكروان البيعات ال 13. دخلت اقسم لك يمينا اخوتي، كاش 10 ديال الناس من جميع اصناف المدن في المغرب، طنجاوة، سيدي قاسم، الناس ديال سيدي سليمان، قنيطريين كاملين، الرباطيين، السلاويين كاملين اخوتي. وما نكذبش عليكم اخوتي المغارب، دخلت حل علي واحد موظف باقي عاقل على سميتو، مولاي العربي الدريويش، حل عليا. دخلت عند هذوك الرجال، السلام السلام، كيف العاده كيف العاده اخوتي، راكم عارفين تنحيد حوايجي تندخل ندوش لك، راكم عارفين الترونسفير اخوتي، بنادم تيجي عيان كدا، هادي ما فايق مع 6 الصباح كدا، ضروري خصك تدخل ندوش. دخلت دوش، قدي حويجاتي، فرش في واحد البليصه، تعاملوا معايا الخصمان واحد شويه، وبيتناقلوا واحد الجوج. مقلتي هي اللي غطيب دابا، الاخر تيقول لي مقلتي هي اللي غطيب دابا، حيت الريشو داكشي بالنوبه، راكم عارفين شي يبغي راك النوبه وكدا، وهادي راه داكشي عارف بلا ما نشرح الناس، الناس راه عارفين الظروف راه كارثيه. المهم تناقلوا على ديك المقله، انا يلا داخل باقي في طواليط، يلا قديش بلاصتي تندوش، ناقرو هما واحد جوج ثلاثة، بنادم في يرب مقلق،
فيها مقله فيها كناش طاش يقولوا لي في هذاك الشيء ديال العطريه طاحت لي على الكوفرليه الجداش والمازاج. واه راه يلا دخل داك السيلو راه خوتي باش حسيت عليكم ما حسيتش بوالو انا جايك الهضره دوش مساحت وما تيش غاوتو انا ما على باليش راه داك الشيء تخوي لي في بلاصتي اللقطه اللي بغيت تنسى لي اليوم انا دابا خوتي المغاربه وغضحكوا عليها هذه النوطه هذه لان لا حول ولا قوه الا بالله تنشوف واحد انا جايكم الهضره هذا هو التشويق ملي خرج قلت لهم خوتي الله يرحم الوالدين شكون اللي دار لي هذا القلب لي هذه البلاصه في هذا المقله هذه في هذه البلاصه ويقول لي واحد الدري عدنان ولد سله جديده قال لي يا خياسي تعرفني هو ضارب معايا الحبس قال لي راه ناقرت مع واحد السيد عبد النبي راه باش نعرفوش ولكن ما نعرفش معاه الحبس لقيت هذا عبد النبي ولد القريه ولد الباتول الناس اللي تعرفوا عبد النبي ولد الباتول فورنيسور اخوتي وكذا وما كذبش عليكم اخوتي انا قلت لهم انا راه ما غندير حتى شي حاجه راه يلا دخلت عليكم يلا الدقيقه الاولى باش يلا جي فسخسخ وكذا وادي وانتم وسخشوا لي بلاصتي فين الناس ديروا شي حل لبعضياتكم ناض الاخر بغى يضرب الاخر جاوا مالي الوقت او بلاصتي فيها مقله مقلوبه وداكشي مجنخ ويقول لهم بلاصه من هذيك قلت له بلاصتي الشاف الساعه انا باش نعرف الشاف ما تبقى ما تعرف سمياتهم يلا غندامج معاهم راكم عارفين النهار الاول عطيني انا واحد 3 ايام ندامج لك مع الحبس كامل كلشي راكم عارفين اخوتي زربه اللي راجل راه راجل ما عليناش قال لي يا خو ولدي شكون اللي بعر لك بلاصتك انا ملي سمعت ديك الطريقه ديال ولدي شكون اللي بعر لك بلاصتك انا ما مولفش شكون اللي بعر لك البعير ما عطى الحمير زعما شكون اللي خرا لك بلاصتك شكون اللي قلب لك ديك شكون اللي وسخ لك بلاصتك هو بهذا المصطلح هو سيدي قاسم جعواني سميتو باش يكتبهاش مو بايعه عليه بقره ومدخلها لاداره السجون وراه تي لي صالح انا شنهضر على شحال هادي اما دابا كاينين شباب ولاو تيدخلوا شباب ولكن جا دوك الشباب تدخلهم العياقه هو راه ضروري راه باش نكون صالح ولاو شي يبغي في السلطه ديال واحد كاينين شي شباب عاد يلا ستاجير يلا تنعقل عليه انا باقي الساروش ماشي عارفش يدورو دخلت عليهم وتشد الاخر لقيتو هو اللي مسير لقيتو عطيني تيقول لك عطيني ولا دير معاك شي حاجه عمرك شتيها وانت وصل الحبس ضروري خصك تعطيه انا تنقول الحقيقه ما تنكذبش و تنتحدى اي واحد يقول لي كذبتي في هذا الشيء كمل لكم القصه ديال وطيطه جوج قال لي يا ولدي شكون اللي بعر لك بلاصه كان شدتني الضحكه قلت لي شوف الشاف انا يلاه جيت جبد سله ما باغي مشاكل المشاكل خلي شوف سله ورا السيد ريس رئيس المعقل ديالكم في وطيطه جوج السي عبد العالي وبو الهيموني سولهم عليا راهم يقولوا لك شنو كاين او انا ما غنقولش لك اخي وما راه يهضروا على راسهم وينقز واحد خونا ويقول لي راه انا هو اللي درت هاد الشيء اقسم لك يمين انا خوتي المغاربه شنو قال لي الموظف شنو قال له قال لي طلعي لبلاصتك ولبسي سبرديلتك وتعالي عدي تيهضروا بهذيك الهضره ديالك وجبد ميكا ديال النفحه انا مشيت تخبيش وشدت الضحكه وبقيت تنضحك تنشوف جبد ميكا النفحه من القريه شمسطر هبط عندو الدري ويقول ليه شوف غتصب ليه وتعصريه وتجفيه وتعسي عليه وتنشفيه وتجيبيه ليه غدا لا ما دارش معاك اولدي هادشي هذا تعالي عدي هذه طريفه من الطرائف يا اخويا ولكن هذوك الناس ديال وطيطه جوج غنعاود لكم على على السيد اللي عش معاه اللي عاد يديه اللي قتل مراتو وعاد يديه تشويق تشويق عاد يديه قتل مراتو قاتها تخونو مع واحد الشخص اخر وقتلها وكان معايا في وطيطه جوج والناس الحباسه راه يعرفوه راه عاد يديه ربا محمد بطازو تيعرفو والناس الحباسه كاملين تسلاوي تيعرفو كلشي تيعرفو عاد يديه يلا دابا هادشي خليه لهم حتى القصه الثانيه دابا شنو غدير اخي ياسين دابا خوتي شي توكل على الله وخدم على راسك توكل على الله وخدم على راسي يلا فكيت المشكل ديالي وبالفضل ديال الله ديال وليدي وديال شي ناس
وتحياتي لفاتي فدوى، تحياتي ليها من سلاسة الكازا، تركازا تحياتي ليها. شوف خويا سير دبر على راسك، الله يجعل ربي يسهل عليك. شحال ما جاب الله 50 درهم 100 درهم، المهم ما تبقاش جالس. حنا راه ماشي شقايري، حنا راه عندنا رزقنا. نوض اخويا ديماري تساعد معانا راه تساعدوا معاه. وكاين واحد السيده خوتي من الجاليه في هولندا بليس 49، تبقى يقول لي هذيك المانيا، المانيا تبقى يقول لي انتم عياش انتم هادي انتم، خلي يسلحوا هذاك. وهذاك راه غندير عليه حلقه خوتي، نتوكل على الله. تشوشوا بيا وخوتي، تحياتي لكم كاملين، تحياتي لجميع اليوتيوبرزات. نتوكل على الله. 50% غنحييهم و 50% غنقول لكم يديكم في اكبر فيه.